السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه غندر فورست. الموقع ده تقدر من خلاله تعمل فيديو انيميشن، تعمل لوجو، تعمل ويب سايت بأسلوب سهل. احنا شرحنا قبل كده الفيديو انيميشن وشرحنا اللوجو، خلينا نشوف الويب سايت تتعمل ازاي. تقول عايز اعمل ويب سايت، تقدر تتفرج كده على الأمثلة، تقول له كرييت، ستارت كرييتنج. في تمبليت ده طبعا اسهل، في ان انت تبدا تضيف المكونات او تبدا تضيف اجزاء من الصفحه، فتبدا تبص كده وتبدا تختار اللي انت عايزه. ولكن مثلا اخترت دوت في الاول هيبقى بالشكل دوت، خلاص كده اتعمل كل ده، اتعمل كده في ثواني. تقدر تغير لون الخلفيه زي ما انت عايز، تقدر تعمل لها ريبليس زي ما انت عايز. طيب تقدر تقول بعد كده انا عايز كومبوننت تاني جنبي، وتبدا تختار وليكن مثلا حاجه بالشكل دوت، هيبدأ يضيفهالك. تمام، تقدر كل واحدة من دول تعدل فيها زي ما انت عايز. كومبوننت آخر وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت اهوت، وتقدر بقى تكتب الكود اللي انت عايزه، حاجة مثلا. ده بس شايف الموضوع بسيط زي يعني ايه، مثلا ممكن تختار حاجة زي كده هاي كواليتي اهوت. كل ده تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، وفي الاخر تقدر تعمل بابلش للموقع بتاعك، وتقدر تشير. بيقول لك في حاجة فري وحاجة سبسكرايب وحاجة زي كده، فانت تقدر تختار مثلا فري. لو عجبك يبقى اشتري البريميوم واشتري حاجة فلوس. فهيبدأ يكرر لك الموقع بتاعك، وطبعا هيبقى الاسم. مثلا اخترت اسم مثلا احمد، احمد دوت رندر فورست سايت دوت كوم وهكذا. وتقدر بعد كده تشاره مع اصحابك على الفيسبوك وتويتر لينكد ان والحاجات دي كلها. وطبعا تقدر تنشئ عليه صفحات، تقدر ترفع صور من عندك، تقدر تصمم موقع زي ما انت عايز. ولو شريت له فلوس تقدر تخليه الاسم اللي انت عايزه من غير كلمة رندر فورست سايت ديت او اتكريت هوت دوت. تقدر تعمل له رينيم، تقدر تعمل له دوبليكيت، تقدر تدخل عليه بقى وتتفرج عليه.